أفترض أن ولاية سفاقس ظهر لي عندها أعلى نسبة نجاح في تونس، أو هي واحدة من الولايات اللي عندهم أعلى نسبة نجاح في تونس، وهذه حاجة ما هيش جديدة، معناتها ديما موجودة ولاية سفاقس في المراتب الأولى. وكي جاو في الراديو يحكيوا على الفكرة هذه، أنا انتبهت شوية، حبيت نفهم شنو السبب مثلا اللي يخلي ولاية سفاقس عندها نسبة مرتفعة مقارنة بالولايات الأخرى. حاجة كيما هكا نجمو نستفيدو منها الناس الكل، والتجربة نتاعهم نجمو نعموها على العباد الكل، وكيك الناس الكل تتعاون وتطلع بالباهي. وطلع السيد في الراديو يحكي، قال السبب الحقيقي اللي يخلي صفاقسية ناجحين برشا في الباك هو انهم ياكلوا في الحوت. يعني فكرة كيف ما هكا، انا واحد من الناس نلقاها منطقية على الاخر وحقيقية على الاخر، خاصة انه انا كنت شاكك انه الحوت اللي بيعونا فيه في حلق الواد عمره ما كان حوت حقيقي. انا كنت شاكك اللي هذاك نوع متاع بقر صغير يعملوه تنكر هكا على اساس حوت ويوكلونا فيه. كيف كيف ذكية برشا انك ما جبت حتى حد للراديو من الاطار التربوي في صفاقس باش يحكي لنا على التجربة نتاعهم، خاطر يبداو يكذبوا علينا باش يقولولنا لا احنا نخدموا برشا وعندنا سيستام معين نخدموا بيه ونقراو بيه. احسن حاجه انه فقنا بالخطه هذه، وان شاء الله انا كي نجيب وليد ويقرا باك نشري له ركاع نقسمه له على عام كامل.